يا أسامة، تحية لك وتحية للكابتن خليفة وتحية لمتابعي ومشاهدي قناة أبو ظبي الرياضي. معنا في هذه اللحظات الكابتن عايض مبخوت. كابتن عايض، ما عليه أخرناك وايد، ما عليه. عايض، نتحدث عن المباراة، ندخل بسرعة. مباراة مهمة جدا بالنسبة للعنكبوت. العنكبوت يطلع بطولة كأس رئيس الدولة رغم أنه منافس في الدوري، لأنه مش حاصل على بطولة كأس رئيس الدولة، قول اغلب المتوقعين واغلب الشارع الرياضي يتوقع ان الجزيره بيحصل على بطولتين هالموسم. هل كاس رئيس الدوله قريبه من العنكبوت؟ والله نحن اليوم حظوظنا مثل حظوظ اي فريق، يعني في دور الثمانيه يمكن امس في فريقين يمكن طلعوا من دور الثمانيه وتاهل الوحده والوصل، اليوم في فريقين بيتاهلون. نحن نتمنى اليوم ان نتاهل، اذا تاهلنا اعتقد بتكون حظوظنا يمكن اللي هي 25% الفوز، لان كل نادي من الانديه الاربعه يكون عنده 25% بطوله الكاس. ما فيها يمكن فريق كبير، دائما يمكن عودتنا على يمكن مفاجآت. اليوم أي نتيجة أنا ما أعتبرها مفاجأة. اليوم نحن نلعب يمكن ضد حامل لقب وفريق متأهل مشاركة في البطولة الآسيوية وعادين أنفسهم بشكل جيد، بس نحن نتمنى إن شاء الله نحسم الأمور لمصلحتنا، وإن شاء الله الفوز باللقب يمكن لقب غالي علينا، هو طموح يعني واحد من أهداف الرئيسية عندنا هالموسم إن شاء الله. جميل عايض، أنت ذكرت الإمارات. الإمارات مثل ما تفضلت حامل اللقب، الإمارات استطاع الحصول على اللقب بعد فوزه على فرق كبيرة وأصحاب بطولات مثل نادي الوحدة ونادي الشباب. كيف بيلعب الجزيرة أمام الإمارات؟ الإمارات وكنت أنت نتحدث يتفوق أو يمتاز بالهجمات المرتدة. شوف نحن يمكن في دور يمكن تحديدا يمكن عندنا في دوري الامارات او في كاس رئيس الدوله الكل يعرف طريقه لعب الجزيره، سواء لعب مع الامارات مع الوحده مع العين مع اي فريق ثاني، يمكن نحن اسلوبنا هو نفس الاسلوب اللي نلعب فيه، وهذا مش سر ولا يمكن معلومه نحن نقدمها للانديه الثانيه. هم كلهم يعرفون ان نحن في ملعب الجزيره وحتى خارج ملعب الجزيره نلعب نفس الاسلوب اللي هو الاسلوب الهجومي، وهذه يمكن طريقتنا اللي نحن نلعب عليها صار لنا فتره، واليوم ان شاء الله ماشيين على نفس الاسلوب، وان شاء الله هالاسلوب هو اللي ان شاء الله يوصلنا لهدفنا ان شاء الله اللي نبغاه. جميل. عايض، هل هالجزيره يعول على الانسجام اللي بين اللاعبين المواطنين والاجانب وعلى التوازن اللي عمله براق ما بين الهجوم والوسط والدفاع وعلى الاستقرار الفني في مباراه اليوم؟ والله نحن نشوف يمكن هاي العوامل كلها يمكن الحمد لله من الاشياء اللي يمكن ساعدت الفريق في انه في بطوله الدوري وحتى في كاس صاحب سمو رئيس الدوله ان نحن نمشي بشكل جيد. اعتقد اخر مباراه يمكن ايضا استفدنا ميزه اخرى اللي هي ان ثلاثه لعيبه جانب سجلوا في مباراه واحده، وهذا الشيء صار معنا اول مره يمكن في الموسم، وعطى ان شاء الله اللعيبه دفعه اضافيه. لعيبه النص الحمد لله ايضا دائما ما يساندون دائما ما يسجلون، في ترابط كبير صاير بين اللعيبه سواء حتى داخل الملعب او حتى خارج الملعب. كل هالامور ان شاء الله يعني ساعدت الفريق في ظهور بشكل جيد، وطبعا هو الاهم ان نواصل بنفس المستوى بنفس الروح الى نهايه الموسم، سواء في البطوله الحاليه البطوله الغاليه علينا بطوله سيدي رئيس الدوله او بطوله الدوري ان شاء الله. ايضا اليوم غياب يما عبد الله في خط الدفاع اكيد بيكون مؤثر، بما ان براقه معتمد عليه من بدايه الموسم. دمعه شوف لاعب مؤثر، غاب عن مباراه واحده في الدوري من قبل مباراه بنياس ولعب مكانه سامي ربيع. اليوم دمعه يغيب، هاي ثاني مره يغيب علينا الموسم، وايضا البديل بيكون سامي ربيع. ما عندنا اي مشكله ان شاء الله في الغياب، يمكن جمعه لاعب كبير ومؤثر، ولكن ايضا سامي لاعب له اسمه وله قيمته، والفرق دائما اللي تبى تفوز يعني دائما ما توقف عند اي غياب او اي اصابات. شكرا عايض، موفق ان شاء الله.